الانحراف الأخلاقي مشكلته بالإضافة إلى مشكلته في حد ذاته. مشكلته الأخرى أنه لا حد يقف. يعني الانحراف إلى أين ينتهي؟ واحد يقول أنه هذا الشاب يكتفي بنظرة. القضية مو نظرة فقط، وإن كانت النظرة عظيمة عند الله وكان سهما من سهام إبليس، هذا الانحراف يجر إلى انحراف آخر، والانحراف الثاني يجر إلى انحراف ثالث، والإنسان لا يعلم إلى أين ينتهي هذا الانحراف.